أهلا بكم. أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إرجاء جلسة كانت مقررة يوم غد الثلاثاء إلى الأسبوع المقبل، وذلك لأسباب أمنية. جاء ذلك في ظل دعوات المحتجين لحصار مبنى البرلمان اللبناني. ومن جهته نفى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله وجود إجماع بين اللبنانيين على مطالب الاحتجاجات المتواصلة منذ أكثر من أسبوعين، والتي تطالب بإسقاط المحاصصة الطائفية والعمل على بناء الدولة المدنية. وترك نصر الله الباب مفتوحا أمام المحادثات السياسية المستمرة لتشكيل حكومة جديدة. ومن جهته دعا حاكم مصرف لبنان رياض سلام القوى السياسية للإسراع في تشكيل الحكومة، وقال إن مصرف لبنان استطاع أن يلعب دورا في الحفاظ على استقرار الليرة رغم الظروف السياسية الحساسة. المزيد حول هذا الموضوع في تقرير الزميلة لبيبة شريفة، نتابع. وسط حالة من التأهب يشهدها الشارع اللبناني عقب دعوات أطلقها متظاهرون لإغلاق الطرق يوم غد الثلاثاء ومنع النواب الوصول إلى البرلمان لعقد جلسة عنوانها العريض إصدار قانون العفو العام، أعلن نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني تأجيل جلسة البرلمان التي كانت مقررة غدا لمدة أسبوع، وذلك لدواع أمنية. بري وعقب اجتماع كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها أكد أنه نظرا للوضع السائد والوضع الأمني المضطرب وانطلاقا من ضرورة التمسك بالأمن قبل كل شيء، قرر إرجاء جلسة الغد، وهو التاريخ الذي يحضر له اللبنانيون منذ أيام تحت شعار حصار البرلمان. وأعلنوا الإضراب العام في مختلف الجامعات والمدارس اللبنانية، وأطلقوا على هذا الأسبوع عنوان أسبوع العصيان. الحراك الشعبي وفي ظل هذه التطورات مستمر لليوم 26 على التوالي. معتصمون باتوا أمام شركة كهرباء لبنان داخل الخيم التي نصبوها أمام مبنى الشركة. أما الطلبة فيواصلون تحركاتهم، حيث نظم طلاب جامعة روح القدس في الكسليك وقفة أمام حرم الجامعة، وأقفلوا كل المداخل للضغط باتجاه عدم استكمال الدروس وللمطالبة بتأجيل الامتحانات. وبالتزامن مع الحراك الشعبي على الأرض تتواصل الاجتماعات واللقاءات في سبيل بحث تشكيل الحكومة الجديدة، إذ تسود حالة من الترقب حول الموقف النهائي الذي سيتخذه رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري، وما إذا كان على استعداد للعودة على رأس الحكومة الجديدة في حال أبدت الأطراف المعنية بتشكيلها تفهمها للمواصفات والمعايير التي يطرحها، أم أنه سيخلي الساحة لمرشح آخر قد يكون اسما يثير جدلا آخرا ويعقد الأمور أكثر. ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي معي في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أحمد عجاج. أهلا بك دكتور. أهلا بك. خطاب حسن نصر الله، ما هي أبرز الرسائل من وجهة نظرك التي أراد أمين عام حزب الله أن يوجهها؟ يعني أعتقد أنه هذا الخطاب لا يختلف عن الذي خطابين اللذين سبقاه، وهو خطاب يعني يجد نفسه مأزوم في مواجهة هذه الأزمة. يعني أمين عام حزب الله يعترف أن هذا الحراك مشروع وأن هناك مطالب مشروعة، لكن يلتف على ذلك بالقول أنه لا يوجد إجماع بين المطالبين وأن مطالبهم مختلفة وليس لهم أجندة يعني يجتمعون حولها. ومن جهة ثانية هو يربط ما يجري في لبنان على أنه ليس لبنانيا بل هو مسألة خارجية محورها هو أمريكا، وأمريكا هي التي تحرك كل شيء وهدفها الأساس قطع ذراع حزب الله التي تمثل ذراع المقاومة الذي يحمي لبنان. إذن هناك عنصران يعني يدلان على هذا الإحباط: أولا أن هذا الحراك المدني لا تجمعه منصة واحدة في المطالب، وثانيا أن هناك مؤامرة خارجية، وبالتالي يعني يتضح مما ذلك أنه لابد من المواجهة، وهذه المواجهة هو علمنا كما قال أننا إذا نزلنا إلى الساحات لن نخرج إلا منتصرين. ما هو الجديد في خطاب حسن نصر الله اليوم؟ أعتقد يعني أنه قال بشكل واضح لأول مرة أن هناك مفاوضات تجري لتشكيل حكومة، لكنه بطريقة يعني غير مباشرة قال أنه في حال أن هذه الحكومة تريد أن تكون حكومة تستثني حزب الله وتكون ضد توجهات حزب الله فأن البديل واضح جدا، وهو أن هناك محور قوي، وقال أن هذا المحور هو إيران، لديها نفط هائل جدا، يعني بلغنا بذلك أنها يعني اكتشفت البلايين من احتياطات النفط، وأن إيران مع البغداد
عبر سوريا عبر لبنان يمكن أن يشكلان محورا يستطيعان مواجهة التحدي الأمريكي بالدعم الصيني والروسي. إذن هناك خيار المواجهة إلى حكومة المقاومة طيب. والممانعة. حسن نصر الله تعود أو عود أنصاره أن يتحدث برسائل واضحة وصريحة أو هكذا يزعم ويدعي في خطاباته، لماذا هذه المرة لم يفصح عن موقف حزب الله من تشكيل الحكومة؟ لأنه الظروف صعبة جدا عليه. يعني هو عندما يتحدث على أن إيران قوية، هو يعرف أن هناك في العراق يعني معركة قوية جدا بين الشعب العراقي وبالتحديد يعني الشيعة في العراق الذين يقولون أن إيران برة برة برة، وبالتالي يعرف أن هذه النقطة الفاصلة بين إيران وسوريا أي بغداد أصبحت ذات بيئة معادية ومن بيئة يعني إيران، وهذا إرباك كبير له. وهو يدرك أيضا أن الأمريكان على معبر أبو كمال جاثمون هناك ويمنعونه من التمدد، ويدرك أن سوريا هي أصلا في أزمة كبرى، وأن سوريا أزمتها أنها نظام حتى الآن يقول انتصر لكنه لم ينتصر بالمعنى الحقيقي للكلمة، لا زال يعني الأتراك موجودين في سوريا، لا زال الروس، لا زال الإيرانيين، لا زال الأمريكان، وبالتالي توجد معارضة مسلحة موجودة، يوجد خلافات حول الدستور. إذن هو يريد أن يعتمد على دولة هي الأخرى تعاني من أزمة اقتصادية ومن أزمة طيب. احتلالات. إذن هذا السبب المأزوم يعني. طيب المشهد بعيدا عن أزمة حزب الله، هناك أزمة أخرى في تشكيل الحكومة لدى الأطياف السياسية الأخرى، إلى أين وصلت الأمور؟ يعني هناك رأيان في لبنان. يعني الرأي الأول يعني وهو الذي يقوله الرئيس سعد الحريري أنه لا يمكن الخروج من الأزمة إلا إذا استجبنا إلى مطلبين. المطلب الأول مطلب الجماهير، أي إخراج الأصوات المستفزة، ويقصد بذلك باسيل، وبتحجيم دور حزب الله في الحكومة، وعلى ذلك نكسب ثقة العالم الخارجي أمريكا وأوروبا، وبالتالي يمكن أن نمشي ممضي قدما للأمام. الرؤية الثانية أنه نعم نشكل حكومة لكن ضمن توازنات لبنانية بشكل لكي لا تنفرد هذه الحكومة بالسياسات تضرب المقاومة. إذن عدنا إلى المربع الأول، يعني الأزمة لا تزال مستمرة ضمن نقاش سياسي، بمعنى الحكومة في واد والسياسيين في واد والناس في واد الآخر. حكومة تكنوقراط هي الأقرب أم محاصصة طائفية كما تعودت لبنان في الحقيقة في التعامل مع هذه الحكومات؟ يعني لأكون صادقا معك، الأمين العام لحزب الله قال في خطابه قبل هذا أن حكومة تكنوقراط لا تعني شيئا. يعني عندما تأتي أنت بأستاذ جامعي وتقول له تسلم السلطة، هو لا يستطيع أن يتسلم السلطة ويعمل ما يشاء، لابد من يدعمه من السياسيين، من الأحزاب، من القوى الفاعلة على الأرض. إذا الحكومة التكنوقراط يعني أعتقد أنه هي مسمى غير ذي معنى، ولا تؤدي ولا تؤخر. لكي يكون هناك حكومة لابد من أوزان سياسية تشارك بها، ومن إرادة على التغلب على العقبات والاتفاق على سياسة واحدة. إصرار وجود جبران باسيل في حكومة أي حكومة تكنوقراط ينسف الفكرة من جذورها؟ طبعا يعني باسيل هو يعتبر لدى يعني المتظاهرين مستفزا، وأنت سمعنا يعني المطالبات، ويوجد لباسيل شارع آخر ولو أنه أقل عددا يطالب به. إذا لبنان يعني فعلا يعني هذه الصورة الجميلة التي شاهدناها تعبر عن تحول جذري في الرؤية اللبنانية، لكن في المقابل هناك بقايا من النظام القديم لا زالت تقاوم هذا التمدد الجديد الشبابي الذي يريد التغيير. هناك قوى على الأرض سياسية فاعلة وقوى مؤثرة، وبعضها يحمل السلاح مثل حزب الله، لن تسمح أن تتآكل يعني مجهوداتها وانتصاراتها تحت ضغط الشارع. طالما ذكرت الشارع وضغوط الشارع، هناك ضغط كبير حول البرلمان، هناك حصار ودعوات لحصار البرلمان، إرجاء جلسة البرلمان غدا الثلاثاء، إلى أي مدى يمكن أن يستمر إغلاق البرلمان أو تعليق عمل البرلمان؟ يعني البرلمان سيعاود يعني الاجتماع، لأن القوى الأمنية ستحميه، يعني والمتظاهرون لا يريدون الاصطدام مع القوى الأمنية، لأن البرلمان يعني هو الأساس الذي يمكن تخرج منه الحلول، وتعطيله ليس يعني عملا مناسبا. لكن هذا تكتيك المتظاهرين الآن، يعني هم تعلموا من أوروبا كثيرا، وهناك كثير من المتظاهرين منهم مثقفون وعلى علاقة مع الحركات المدنية في بريطانيا وغيرها. هم الآن انتقلوا من قطع الطرقات إلى حصار المؤسسات الرسمية، وبالتالي للضغط على الحكومة، بمعنى عندما تحاصر مؤسسة رسمية تربك الدولة وتربك وجودها، وبالتالي تمارس الضغط عليها أكثر مما كنت تمارسه بالشعر وتعرق الحياة المدنيين. يعني هناك أزمة لا زالت موجودة بين الناس وبين الحكومة. طيب الحكومة في واد والناس في واد. أزمة الناس، يعني ما هو السيناريو المتوقع لمسار الاحتجاجات؟ هل ترى أنها الزخم قد خفت بشكل لافت؟ لا زالت الاحتجاجات تمتلك هذا الزخم القوي الذي يجبر الحكومة على التراجع أو النظام على التراجع؟ الاحتجاجات خف زخمها بمعنى النزول الجماهيري الواسع،
لكن لا تزالت كروح احتجاجات موجودة في الشارع ويمكن أن تتضخم أكثر فأكثر. نعم. لأنه ما نلاحظه الآن أن هناك أزمة اقتصادية قاتلة في لبنان. يعني الآن على الرفوف في المحلات لا يوجد بضائع كثيرة، والتضخم يرتفع، والعملة وجدنا نحن الفيديوهات المنتشرة، الناس تذهب إلى البنوك ولا تحصل على أموالها. هناك حالة من الهلع. لبنان أمام أزمة اقتصادية كبرى، والناس عندما تجوع تنزل إلى الشارع، ونحن رأينا ما حدث مؤخرا في بوليفيا. نعم. الناس نزلت إلى الشارع وأجبروا الرئيس على الاستقالة. عندما تجوع الناس في بلد ديمقراطي وليس في بلد استبدادي، لأن بلد استبدادي نزل الجيش ويقتلك، ونحن شاهدنا في الدول العربية ماذا حدث يعني. لكن في بلد ديمقراطي من لبنان صعب أن تنزل المؤسسة العسكرية وتقنع الناس. لذلك الحكومة فعلا أمام أزمة كبرى، إما أن تحل هذه الأزمة الاقتصادية وإلا أن الرد الجماهيري سيكون أكبر وأوسع. إذا نتحول من لبنان إلى سوريا والأزمة هناك أعمق وأشمل.